نشكركم نحن رئيسات البرلمانات في جميع أنحاء العالم على استضافتنا للاجتماع في هذا الوقت الهام. أصحاب المعالي رئيسات البرلمانات، أعضاء البرلمانات الكرام، الضيوف والمشاركين الأعزاء، إنه لمن دواعي سروري أن أدير الجزء الأول من قمة رئيسات البرلمانات لبحث محور الارتقاء بإدارة حالات الطوارئ إلى مستوى أعلى، وضمان أن تكون هذه الإدارة مستجيبة للنوع الاجتماعي في جميع الأوقات. لدي قائمة طويلة من الزميلات اللواتي سجلن أسماءهن للإدلاء بمداخلاتهن وللمساهمة بآرائهن وخبراتهن حول هذه القمة، وهذا يمثل دليلاً على أهمية هذا الموضوع وحسن توقيته. وعلى الرغم من أن العالم يواجه أكبر جائحة على الإطلاق، إلا أننا مع مشكلة تغيير المناخ قد نستمر في مواجهة أزمات أكبر، لذا نحن في أمس الحاجة إلى العمل على تحجيم المشكلة والعمل على وضع تدابير كفيلة بمواجهتها. أنا لا أرغب في إظهار النساء وفتيات كضحايا ضعيفات، ولكن لا يمكن لأحد أن ينكر أن النساء يشكلن شريحة رئيسية من سكان العالم الأكثر عرضة لتأثير التغيير المناخي، وفي كثير من الأحيان ينتج هذا الضعف عن الفقر والتمييز والتبعية الاقتصادية والافتقار إلى وجود صوت لهن في عملية صنع القرار. ومع ذلك فإن النساء يلعبن دوراً رئيسياً واستراتيجياً في أي استجابة لمنع وتخفيف الأزمات المناخية والصحية. وأنا فخورة جداً لرؤية الدراسات الحديثة التي تظهر تأثير الإيجابي لدور المرأة السياسي في العمل المناخي من خلال قيادة سياسات صارمة تركز على الاستدامة ومصالح الناس. وأنا فخورة أيضاً بقراءة العديد من المقالات التي تشير إلى إدارة أفضل لجائحة كورونا من قبل العديد من الدول التي تقودها النساء. ولا شك أننا نتوافق مع أنه بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة، فمن الضروري مشاركة الجهود على نطاق أوسع مع الرجال الذين يمثلون النصف الآخر للمجتمعات بالإضافة إلى أصحاب القرار. والرسالة المهمة هنا أن الاستراتيجيات والسياسات الوقاية والتخفيف والتكييف يجب أن تكون شاملة في تصميمها وتنفيذها، ويجب أن تكون مستجيبة للنوع الاجتماعي، مما يعني أنه ينبغي الوضع في عين الاعتبار مراعاة الاحتياجات والمصالح والتأثيرات المختلفة التي يمكن أن تضعها هذه السياسات والاستراتيجيات على الرجال والنساء.